كابتن عادل، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي برغم الاجهاد والغيابات. طيب بص، افضل حاجه في النادي الاهلي انه حتى لما بيبقى مش كويس ها بيكسب. احنا ما كناش كويسين النهارده، المباراه كلها ما كانتش كويسه من ناحيتين، يعني من ناحيه الاهلي ومن ناحيه بيراميدز. الاداء ما كانش جيد، اتكلمنا على الاجهاد واتكلمنا على الحاجات دي، حتى موضوع الاجهاد ده بقى خلاص زهقنا منه، مش عايزين نتكلم فيه، لانه موضوع الاجهاد احنا بنتكلم فيه من 3 4 شهور، ممكن يتعدل يعني يتعدل في اسبوع، لكن خلينا نتكلم. انت النهارده كسبت، والجميل في الفرق الكبيره ان هي لما بتبقى مش جيده بتكسب. وبعدين خلي بالك كسبان فرقه تقيله، يعني مش كسبان برضو اي فريق، يعني بيراميدز برضو انت بتتكلم على تاني الدوري، بص بتتكلم على فرقه عندها اسماء تقيله. بص، اولا دي فرقه في كره القدم، ها انا من وجهه نظري مع احترامي ليهم، دي فرقه مش متكامله، دي اسماء بس زي ما الكابتن علاء قال. انا مقتنع بدي. ليه؟ ما عندهمش ولا روح ولا عندهم اي فكر، وفرقه ناقصه كلها، يعني اسماء في اماكن عشوائيه، هنا في مكان كويس، ده اسمه ده اسمه ده اسمه ده اسمه، لكن تيم كوره يعني الاسماء اللي عنده دي لازم تاخد بطولات، لكن ما عندهمش التناسق ولا التجانس. هم شغالين في الخليج بس، انت فاهم، هي فرقه شغاله في الخليج بتكون نفسها وخلاص. لكن خلينا نتكلم على النادي الاهلي النهارده، بغض النظر عن الاداء، بس انت كسبت النهارده. عندك مشاكل، عندك انت بنقول اجهاد وانا مش مقتنع بيه، ولازم يتحل موضوع الاجهاد ده. موضوع الاجهاد بيتحل بسهوله، ولكن يجب انك انت في الوقت الحالي انك لازم تعرف انك داخل على مباريات اقوى، لازم هتلاعب لعيبه في اماكن تانية. يعني النهارده لما اتكلمنا على في التايم الاولاني على قفشه لما لعب ناحيه اليمين، ايوه انا في حاجات كتير قوي بتخلي اللعيب هو مجهد كمان يعمل مجهود اكتر. يعني بمعنى ايه؟ افهمك دي يا كابتن ايمن، لان دي مهمه. اللاعب المجهد اللي هو مش سبرينتر، لما تخليه يلعب في مكان لازم يعمل سبرنتات، اللي بيحصل بيجهد ازيد، يعني انت كده بتجهده ازيد. اللعيب المجهد دايما نقول له، او الفرقه المجهده بنقول لهم ايه؟ انقل، قرب من بعضك، ما تعملش مجهود اكتر، خلي الكره هي اللي تجري، انت فاهم. لكن لما تيجي انت تشتغل بقفشه مثلا ناحيه اليمين، اللي هيحصل كده. ولكن في اخر الامر انت النهارده خدت وصعدت قبل النهائي، مظبوط. المانيا في سنه 90 والارجنتين في فاينل كاس عالم، الالمان في الوقت ده والارجنتينيين ما كانوش كويسين الاثنين. المباراه خلصت بجون بنالتي بريمي اللي حطه البنالتي. المباراه كلها كانت فيها ايه؟ تقفيل واقفين وما بتحركوش والحاجات دي، لانه كانوا في اخر البطوله. قصدي من الكلام ده ايه؟ انت النهارده، انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي رغم المكسب، بس انا عاوز اقول لهم حاجه مهمه. النهارده انت في الثلث الاخير من الدوري والثلث الاخير من السنه، لازم تلعب الكوره الاقتصاديه. بمعنى ايه؟ انك ما اقتصد الجري كتير، العب السهل، سلم واستلم واتحرك. اكيد سامي بيقول لهم الكلام ده، ما تدخلش نفسك في معطرات، ما تجريش كتير، ما تغلطش كتير في الباص، ما هو كل الحاجات دي. انا ليه بقول لك على فرقه بيراميدز دي من وجهه نظري؟ انت لو حطيت الاسماء بتاعتها كلعيبه كويسه، ولكن بيعملوا كل حاجه خطا في كره القدم، يعني في كل حاجه. يعني حتى كمان لما مشي ايهاب جلال، راحوا جابوا راجل، انا اتكلمت اكتر من مره، انا مش زي الناس اللي هم بيجروا يقول لك بيباص وبيعمل واحده وما بيعملش الثانيه، بمعنى بيعمل اول اللي هو الباص والتحرك، ما بعد الباص والتحرك بيعمل ايه؟ ادي فشل في وادي دجله. ولكن هو طريقه جديده. احنا الصراحه انا مستعد اطلع الكابتن علاء
دلوقتي احسن مدرب في العالم. ممكن اشتغل على الاعلام شويه، ده بيلعب كره من تحت وكره من فوق وكره ومن كره والحاجات دي، ده اللي عمل الراجل ده. فانا عايز اقول لك النهارده المباراه في مجملها تكتيكيا لا، مباراه متوسط، اقل من المتوسط كتير قوي من الفرقتين، ولكن افضل حاجه عند النادي الاهلي انه يكسب وهو تحت المتوسط، ودي حاجه كويسه قوي، لانك لما هتفوق وهترجع لمستواك الطبيعي مش هتخسر حاجات كتير. انا اتمنى بقى الكلام ده يبقى في الدوري كمان. أيوه. انك تجمع بناته في الاخر، علشان يعني انا ماتش الزمالك مثلا كنا لو جمعنا فيه بنتين كنا بعدنا عنهم خالص. بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى ان انا اتمنى ان انت تنهي الدوري انك هتدخل في مرحله فيها شك كتير في كل الفرق، بس انت اكتر علشان الماتشات كتيره قوي. أيوه. تلعب يوم الاربعاء تلعب بالزبط. حاجه تانيه مهمه اللي انا عايز اقولها لك، انت في الوقت الحالي هتدخل، هل المدرب اللي جاي هيشتغل امتى؟ هل هيشتغل الاسبوع الجاي؟ هيشتغل الاسبوع اللي بعده؟ ولا هل ايه الموضوع اللي هيحصل؟ ما هو دي كمان فيها تغييره، انت فاهمني؟ فيها تغييره كمان، فالتغييره في الوقت اللي احنا قاعدين فيه في الثلث الاخير انا يعني عايز اقول لك هي ضروريه، ولكن لازم تبقى محسوبه تماما. أيوة. وتبقى سريعه تماما، لانه لو اكتر من كده الوقت يعني هيجري مننا شويه. بمعنى أيوة. ايه؟ بمعنى انت داخل في مرحله صعبه قوي، مرحله المباريات الكتير. وفي الاخر انا بقول مبروك، اهم ما في الموضوع انت وصلت للهدف بتاعك. وصلته صحيح. الحاجه الثانيه المهمه، لازم نشتغل شويه على الاستشفاء. مفيش حاجه اسمها تدريب في الوقت الثلث الاخير ده، خلاص فيديو واستشفاء، علشان مش هتقدر. اي نعم عندك جزء انفت تحت، ما بيلعبوش لعيبه، ما بتلعبش كتير، بس لما تلعب وانت يعني قليل انفت احسن ما تلعب وانت اوفر تريننج، ممكن تتعور وتتصاب، لكن انت مش فت صحيح ممكن تيجي بالماتشات والحاجات.